بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. السادة أعضاء الحكومة، السيد أمين العام للحكومة، السيد وسيط الجمهورية، السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد مدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، السيدات والسادة إطارات الدولة، الحضور الكريم، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن يطيب لي أن أشارككم جميعا اليوم هذه المناسبة للإشراف على فعاليات الإطلاق الرسمي للبوابة الحكومية للخدمات العمومية التي تعد خطوة هامة على درب تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي التزم في تعهده رقم 25 بتحقيق التحول الرقمي وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في الإدارات والمرافق العمومية وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي. وكرسته الحكومة في مخطط عملها في الجانب المتعلق بعصرنة الإدارة العمومية والحرص على تقريب الإدارة من المواطن، لا سيما من خلال تقديم خدمات عمومية نوعية ومتاحة للجميع بصفة آنية بغض النظر عن بعد المسافات التي طالما كانت عائقاً وعانى منها المواطن كثيراً. وجدير بالتنويه أن هذه البوابة الحكومية التي تضم ما يزيد عن 300 خدمة عمومية مرقمنة تابعة ل 29 قطاع وزاري من شأنها أن تسمح للمواطنين بصفة آنية وعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بالولوج إلى مجمل الخدمات العمومية المرقمنة التي توفرها الإدارات المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على المعلومات المتعلقة بمختلف الإجراءات الإدارية دون عناء التنقل. وعليه أود أن أشير إلى أن هذا المشروع قد حظي بأهمية بالغة وقصوى من طرف السلطات العليا للبلاد بالنظر لدور هذه البوابة، البوابة الحكومية الحيوي في إتاحة ولوج موحد للخدمات الرقمية، مما سيجنب المواطن مشقة البحث عن الخدمات العمومية المرقمنة والتيه في التصفح العديد من المواقع الرسمية نتيجة تعدد المنصات والبوابات القطاعية. ولذلك عكفت الحكومة على تنفيذ هذا المشروع بحزم وإصرار في إطار منهجية عمل مضبوطة ومراحل دقيقة ميزها تجنب مختلف الدوائر الوزارية وعملها تحت إشراف قطاع الرقمنة والإحصائيات، خاصة على القيام بإحصاء دقيق لمجمل الخدمات العمومية المقدمة من طرف مختلف الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية، تحليل هذه الخدمات وتصنيفها حسب كل قطاع ونوعية الخدمة العمومية المقدمة، تصميم الهندسة الوظيفية والتقنية للبوابة مع مراعاة أحسن النماذج والتجارب عبر العالم في هذا المجال، الإنشاء الفعلي وإطلاق البوابة والضبط النهائي لمختلف جوانبها التقنية والعملية. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن إطلاق هذه البوابة الحكومية للخدمات العمومية هو إذن محطة فارقة في مجال الدفع بمسار الرقمنة وعصرنة الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي من شأنها تمكين بلادنا من تحقيق وتعزيز السيادة الرقمية في خضم التحديات التكنولوجية والمخاطر السيبريانية المتزايدة، لا سيما أن بلادنا ليست في منأى عن هذه المخاطر. وأشير هنا بأن استراتيجية بلادنا في مجال التحول الرقمي ترتكز أساساً على مدى تطور البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تستند هذه الاستراتيجية على مقاربة استباقية من خلال القيام باستثمارات عمومية كبرى ونوعية، لا سيما في مجال الربط بالشبكة الدولية للإنترنت ورفع القدرات في مجال الربط بشبكة الإنترنت الثابت والنقال مع الرفع من مستوى التدفق. واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أذكر بالتقدم المسجل في مختلف هذه المؤشرات منذ بداية سنة 2020، حيث تمكنت بلادنا من تحقيق لا سيما ما يأتي توسيع قدرات
الربط بالشبكة الدولية للإنترنت، لا سيما بعد دخول حيز الخدمة بداية من سنة 21 للكابل البحري أورفال ألفال. رفع قدرة سعة الشبكة الدولية للإنترنت من 1.5 تيرابايت في الثانية سنة 20 لتصل إلى 7.8 تيرابايت في شهر نوفمبر 22، وهي قدرات تمثل ما يتجاوز 3 أضعاف معدل الاستعمال الأقصى المسجل حاليا للإنترنت في بلادنا. الرفع من مستوى ربط الأسر بشبكة إنترنت الهاتف الثابت من 3.7 مليون أسرة سنة 20 إلى 4.5 مليون أسرة في سنة 22، أي ما يعادل نسبة تطور تقدر بأكثر من 20%، ما يمثل نسبة ولوج لأكثر من 50% من الأسر، علما أن الهدف المسطر في آفاق 24 هو ربط ما يعادل 75% من الأسر. التحسين في نوعية الخدمات من خلال لا سيما الرفع من حجم التدفق الأدنى من 2 ميجا بايت سنة 20 إلى 10 ميجا بايت سنة 22، مع الاحتفاظ بنفس التسعيرة. الرفع من نسبة المشتركين في شبكة الإنترنت النقال ذات التدفق العالي 3G و4G من 40 مليون مشترك سنة 20 إلى أكثر من 44 مليون مشترك مسجل إلى غاية شهر سبتمبر 22. لقد سمحت كل هذه الإنجازات في مجال تعزيز البنى التحتية من تهيئة أرضية صلبة لتحول رقمي حقيقي في بلادنا، وهو ما أكدت عليه الهياكل المتخصصة لمنظمة الأمم المتحدة في تقريرها حول الحوكمة الإلكترونية بعنوان سنة 22، التي أشادت بالتطور المعتبر المسجل في هذا المجال الذي سمح لبلادنا من تجاوز متوسط المعدل العالمي في هذا المجال. كما سمحت هذه الجهود كذلك بتحقيق تقدم ملحوظ في المؤشرات ذات الصلة برقمنة الخدمات العمومية، حيث انتقل تصنيف بلادنا من فئة البلدان ذات القدرات المتوسطة أي الفئة جيم سنة 20 إلى مصاف الدول ذات القدرات والمؤهلات المعتبرة أي الفئة با، وهذا خلال سنة 22. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن الحوكمة الإلكترونية تعد اليوم عاملاً أساسياً في إطار إرساء مبادئ الحوكمة الراشدة وترسيخ أسس دولة القانون لما للحلول الرقمية من دورها في ترشيد النفقات العمومية وضمان الشفافية والتتبع كنمط جديد للتسيير العمومي يعتمد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويسمح بتعزيز العلاقة مع المرتفقين بإزاحة العراقيل البيروقراطية عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات عمومية مرقمنة ونوعية للمواطنين بما يسمح لهم من الاستفادة من المرفق العمومي دون الحاجة إلى التنقل وتقديم نفس الوثائق بصفة متكررة وفي كل مرة. كما أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها تبسيط الإجراءات الإدارية بما يسمح من تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني بفضل تشجيع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب وتحفيزهم على الاستثمار في الجزائر بعد توفير التسهيلات اللازمة، لا سيما من خلال رقمنة الإجراءات التي ستسمح كذلك، وهو ما سيسمح كذلك بتحسين ترتيب بلادنا ضمن التصنيفات الدولية. وإننا اليوم لفخورون بتسجيل كم من معتبر من الخدمات العمومية المرقمنة الموجهة للمواطن والمتعامل الاقتصاديين حد سواء، والتي ستصبح ابتداء من اليوم متاحة بسهولة أكبر عبر البوابة الحكومية التي ستساهم لا محالة في دمقرطة الولوج للخدمات العمومية وتقليص الفجوة الرقمية من خلال الجهود المتواصلة لمختلف الوزارات والهيئات التي تعمل على تبني الرقمنة في تسيير شأنها الداخلي وفي تعاملها المرتفق. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على جعل مستويات الوعي والنضج الرقمي متجانسة بين مختلف القطاعات من خلال وضع آلية نقاط الاتصال المسؤولة عن الرقمنة على مستوى الدوائر الوزارية، والحرص على تجانس المخططات القطاعية لتطوير الرقمنة ضمانا لقابلية التشغيل البيني
بين مختلف الأنظمة المعلوماتية الموجودة للسماح باستغلال البيانات المشتركة وتجميع الموارد الرقمية من معدات وحلول وشبكات لترشيد النفقات العمومية بشكل أفضل، فضلاً عن تأمين أنظمة المعلومات بتبني قواعد صارمة للأمن والحماية السيبرانيين، فضلاً عن وضع الآليات القانونية والمؤسساتية الضرورية لحماية المعلومات، حيث تعززت بلادنا بسلطة وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تم تنصيبها شهر أوت المنصرم. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن مسار التحول الرقمي الذي انخرطت فيه بلادنا بتجنيد كل القدرات والإمكانيات لا يمكن أن يبلغ أهدافه دون المشاركة الفعلية والفعالة للمواطن. وبهذه المناسبة أوجه نداء لشبابنا المبتكر للانخراط بقوة في هذا المسار من خلال المساهمة في إنتاج محتويات رقمية وطنية نوعية واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال بصفة سليمة من شأنها تشجيع الابتكار الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي الذي أصبح ضرورة حتمية في كل الأنظمة الاقتصادية العالمية لما له من علاقة مباشرة بالسيادة الوطنية. وأن كل أملنا الآن هو أن تساهم هذه البوابة الحكومية في ترقية وتجسيد المواطنة الرقمية وكذا تحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال ترسيخ الثقة اللازمة لدى المرتفقين وتقليص الفجوة الرقمية، وبالتالي تشجيع اللجوء للخدمات العمومية المرقمنة توازياً مع حرص مختلف الإدارات العمومية على توفير خدمات عمومية رقمية مميزة وآمنة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة والخدمات الرقمية عالية الجودة المتوفرة عبر العالم. وأخيراً أغتنم هذه الفرصة لتهنئة جميع القطاعات الوزارية نظير ما بذلته ولا تزال تبذله من مجهودات كبيرة لتطوير الرقمنة والمساهمة في الدفع بالتحول الرقمي البناء لبلادنا، لا سيما من خلال السهر على تطوير منصات رقمية موجهة سواء للاستخدام الداخلي أو للمواطن والمتعامل الاقتصادي. كما لا يفوتني أن أنتهز هذه السانحة لأجدد امتناني المجمل لمجمل الحضور الكريم وأن أعرب عن شكري لكافة الإطارات المعنية على جهودهم المبذولة وعملهم المتفان والدؤوب في سبيل تطوير هذه البوابة الحكومية للخدمات العمومية، وكلنا ثقة أن هذا المشروع الهام سيتوج بالنجاح وسيحقق النتائج المرجوة من أجل توفير خدمات عمومية رقمية آنية وذات جودة عالية. بالرغم من أن هذه الخطوة هامة وهامة جدا، فهذه لأول مرة يعني ستتوفر الجزائر على بوابة رقمية حكومية، وهي خطوة مباركة سوف تباركنا جميعا لما تطلعون على محتوياتها طبعا، فتبقى هذه خطوة أولى والخطوة التي نصب جميعا إليها كحكومة وكهيئات رسمية ومؤسسات هي أن نذهب إلى الحكومة الإلكترونية. وهذا التحدي الذي يجب أن ترفعه دائرتكم الوزارية سيد وزير الرقمنة والإحصاءات، كذلك بالنسبة للدوائر الأخرى سيد وزير بريد المواصلات، يعني توفير البنى التحتية من أجل الوصول إلى هذه الحكومة الرقمية التي نصب جميعا إليها وهي الهدف الأسمى والتي سوف تؤدي إلى أكثر ترشيد وأكثر شفافية في تسيير العمل الحكومي وفي إطلاع المواطن خاصة على مجريات العمل الحكومي يوميا وعلى النفقات التي طبعا تقوم الدولة بتسطيرها وتقوم بتنفيذها، وهذا خدمة للمواطن الكريم. وفي الختام أعلن رسميا عن إطلاق البوابة الحكومية للخدمات، وفقكم الله جميعا، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، عاشت الجزائر حرة أبية عزيزة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.